بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صالح مكلف مراقبة وتطوير برنامج النحو الأمية. جينا اليوم مدينة زيوب، قمنا بعد دراسة بعد تتبع خصوص برنامج النحو الأمية مع الجمعيات، والحمد لله حكينا كنا بأن الجمعيات يعني مستمتة في العمل ديالها، تعمل بجد وإخلاص، ونتمناو تكون هذه العملية ولا هذه الجدية في العمل شاملة على مستوى وطني باش نبنيو المغرب الغد.